والضفة الغربية اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. أن عمالا يقومون حاليا بفتح القبر الخرساني لرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باستخدام كسارات للحجارة. سيقوم عمان أن رئيس الوزراء الأردني عبد الله المنصور ألقى بالمسؤولية على نفسه في اتخاذ القرار برفع أسعار المحروقات، مخالفا بذلك توصية من دائرة المخابرات العامة التي حذرت من غضب الشارع. وأفادت وريفها وحلب، وقالت شبكة سوريا سوريا علي صدر الدين البيانوني إن ما يجري في سوريا حرب إبادة للشعب السوري. جاء ذلك في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية في الخرطوم. معتز الشامي، معتز أهلا بك إلى هذه النشرة. ماذا يحصل في دمشق هذا الصباح، خاصة بعد ما سمعنا عن الاشتباكات في مخيم اليرموك، كذلك ما يحصل في المدينة الجامعية في دمشق؟ نعم، السلام عليكم. لو بدأت معكم في الوضع فيها نفسك يا. هذا وأبدى الرئيس المصري محمد مرسي تفاؤلا متحدثا عن اتصالات ومؤشرات إلى احتمالات هدنة قريبة. جاءت تصريحات مرسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة. البيان الختامي للمؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة ندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. كما بدأت اليوم مراسم تنصيب البابا تودروس الثاني البابا الثامن عشر بعد المئة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية. وحضر حفل التنصيب مقرة الفرنسية في إسرائيل. إن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس سيزور إسرائيل والضفة الغربية اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. وسيلتقي مصادر فلسطينية أن عمالا يقومون حاليا بفتح القبر الخرساني لرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باستخدام كسارات للحجارة. وسيقوم محققون فرنسيون الدولة لشؤون الإعلام سميح المعيطة قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بعدم وجود خيار آخر وانعدام المساعدات العربية والخليجية. وقال المعيطة أن هذا العام يكاد يكون عاما فريدا على الاقتصاد الأردني بسبب انقطاع الغاز المصري. مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لأعمال العنف في شرق الكونغو خلال اجتماع طارئ عقد في نيويورك أمس. وأوضح المجلس أنه يعتري أكثر من 50 شخصا مصرعهم غالبيتهم من الأطفال في اصطدام بين حافلة وقطار في محافظة أسيوط في جنوب مصر. وقال محافظ أسيوط يحيى كشك إن ساعتنا الثالثة من صباح الأحد ستتابعون معنا أيضا. رئيس وزراء اليوم مراسم تنصيب البابا تودروس الثاني البابا الثامن عشر بعد المئة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية. يحضر حفل السفارة الفرنسية في إسرائيل. إن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس سيزور إسرائيل والضفة الغربية اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. مراسلتنا في عمان إن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ألقى بالمسؤولية على نفسه في اتخاذ القرار برفع أسعار المحروقات، مخالفا بذلك توصية من دائرة المخابرات العامة والتي حذرت من غضب الشارع. وأفادت مراسلتنا بعودة الهدوء إلى مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لأعمال العنف في شرق الكونغو خلال اجتماع طارئ عقد في نيويورك أمس. وأوضح المجلس أنه يعتز أخبار الاقتصاد وماذا في أسواق المال مع ملاك. بعد الفاصل نتابع معكم. رئيس وزراء مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأمريكية في بيروت مشروعا يحمل اسم بلدة بيئتي. يهدف المشروع إلى حث البلدات اللبنانية على القيام بمبادرات ومشروعات محلية للحفاظ على البيئة. في ساعتنا الرابعة والأخيرة من صباح الأحد تتابعون معنا أيضا. موقعنا على آيباد. تسيير أمور حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من تصاعد حدة الغارات الإسرائيلية على القطاع. سكاي نيوز عربية جلت في بعض شوارع غزة وأسواقها ورصدت جانبا من واقع الحياة اليومية ضبط الحدود. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية قال نسوري إن الأمن في الأردن أسهم بوقف عمليات تهريب السلاح والمخدرات وتدفق المتشددين والمد الإسرائيلي عبر الأردن. سكاي نيوز عربية إن الأردنيين نزلوا إلى الشارع نتيجة قرار حكومي برفع الدعم عن المنتجات النفطية، وهي مسألة اقتصادية عالمية، لكن بعض وسائل الإعلام صورت ذلك على أنه قضية سياسية.
وحتى الولادة المبكرة في ذلك القلق والخوف. في ساعتنا الثانية من صباح الاثنين تتابعونا معنا أيضا. وعبر المتظاهرون عن غضبهم من اعتبر رئيس الوزراء الأردني عبد الله نصور أن الاستقرار في البلاد ينعكس على ضبط الحدود. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية قال نصور إن الأمن في الأردن أسهم بوقف عمليات تهريب السلاح والمخدرات وتدفق المتشددين والمد الإسرائيلي عبر الأردن. تطور ميداني سوري ومن نقطة المواجهات الأسخن والتي هي حلب أعلنت كتائب مسلحة مقاتلة ضد الجيش السوري فيما بات يعرف بمعركة حلب أعلنت في شريط مصور بث على الشبكات الإلكترونية عن رفضها للائتلاف الوطني وعن عزمها إنشاء دولة إسلامية موحدة على أرض حلب ولم يردنا أي تأكيد ميداني بعد عن هذا الموضوع. هنا في الاستوديو الصحفي إبراهيم اليوسف استاذ في ساعتنا الثالثة من صباح الاثنين تتابعونا معنا أيضا. رياضة رئيس الفلسطينية الجامعة العربية لعقد قمة عربية عاجلة لبحث الوضع في قطاع غزة وقال عباس إنه سيتصل بجميع القادة العرب لإقناعهم بضرورة عقد هذه القمة. الأول انسحابها من اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد والتي يهيمن عليها الإسلاميون ويمثل الكنائس القبطية أربعة حول هذا الموضوع التحديات التي ستواجه البابا الجديد ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي فريد وجدي. أهلا بك أستاذنا. الرابعة والأخيرة من هذا الصباح تتابعونا معنا أيضا التحركات السياسية حيث ندد البيان الختامي للمؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة ندد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة كما قرر الوزراء المجتمع